أنا رح أقول لك روب. اسمعني أحكي. أول شي لو سمحت يلا قول. وقت طلعنا من محل المجوهرات لاحظت أنه هذا فيكرانت بعد ما أنتوا رحتوا إيه وبعدين لحقنا شاب التوصيل إيه وكمان وبعدها ضيعنا فجأة اختفى وما عاد لقينا قلنا راحت علينا وبعدين شالوه خطرت ببالها فكرة أيه. عبقرية ريشي وأنا طبقتها بعد أنا دقيت للمحل وعرفت هذا العنوان أيه. إيه أخي مثل ما عم قلنا وبعد أجينا على هذا المكان ودقينا لك تجي إيه شو اللي عم يصير هون؟ شو كل هذا أيوش؟ احكي الشغلة بسيطة كتير وكتير واضحة ومثل ما صار لي ساعة عم قلها هذا فيكرانت الأكابر المحترم عم يحكي مع بنت رجعنا للقصة شبك ريشي لو سمحت استنى اسمعني شوي ريشي طوق الزواج اللي اشتراه فيكرانت هو اشتراه للبنت اللي ساكنة هون بهذا البيت مو بس هيك فيكرانت جوا بهي اللحظة مع هديك البنت جوات البيت وإذا ما لك مصدقنا يا ريشي فيك تروح هلا وتشوفن سوا ما في هيك شيء انتوا الاثنين غلطانين خلصنا بقى كيف عم تقول هيك كيف اخي ريشي انا وشالو شفناهم بعيوننا وما حكينا لك لبعد ما شفناهم بعيوننا ايوش انت سكوت ليش اول شيء انتوا كذبتوا علي وخليتوني اجي منيح اني ما خبرتها للاكشمي لو اني حكيت لها بتعرفوا شو كان صار فيها ولا ما بتعرفوا انتوا ريشي منعتذر منك مشان يلي عملناه بس نحنا ما كان عنا اي خيار تاني لكن شو ريشي لو انه قلنا لك الحقيقة كنت اجيت لهون شي قديش صار لي عم قلك انه هذا المحترم الاكابر المنيح فيكرانت واحد كذاب بس انت صدقتني شي مرة وهلأ ما رح صدقكن رح احمل حالي وامشي من هون لا 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 استنى لحظة شوي ريشي لحظة لا تعمل هيك نحنا تعبنا كتير لنوصل لهون انا تعذبت يا زلمه مشاننا بس مره واحده تطلع بس شوف بعيونك شوف اذا ما لك مصدقنا فيك تروح بسرعه وتشوف بعيونك هذا الشيء اللي نحن شفناه بترجاك ريشي بترجاك لازم تطلع انا بعرف منيح انه انتم ما بدكم فيكرانت يتجوزها للاكشمي لهيك عم تعملوا هيك لا ريشي مو هيك قصدي ايه ما بدنا فيكرانت ولاكشمي يتزوجوا بس بهي الحاله نحن عم نقول الحقيقه شوف بعيونك شوف يا ريشي انت مانك واثق بكلامنا عادي بس فيك تشوف بعيونك ورح تتاكد هيك رح تصدقنا بدقيقة ورح تعرف مين هو فيكرانت بس مرة ريشي شوفهم بس مرة بس لأنه أنا عم أطلب منك بترجاك أخي ريشي لا ما فيني أعمله أخي ريشي عم أترجاك ريشي لو سمحت لازم تثق فينا شوي بس هالمرة ريشي خلص اسكت طيب رح أعملها بس من شانكم أنتو بس أنتو الاثنين لازم توعدوني بشغلة إذا يلي عم تقولوه مانو مزبوط وقتها ما عاد لازم تحكوا ولا كلمة على فيكرانت بعد اليوم ايه وعد ما عاد نحكي عليه ولا كلمة أبداً ايه وعد 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 ما عاد نحكي شي عليه أساساً ما عاد يضل شي لحتى نقوله تماماً ريشي بعد اليوم ما في داعي نحكي لازم تشوف شو عم يصير جوا انت رح تفسخ خطبة لاكشمي وفيكرانت بعد ما تشوف بعيونك ايه ما رح نتدخل أبداً لو سمحت شوفي كأنك خايفة؟ لأنه بكرة رح أخطب وبعدين رح أتجوز بتمنى تكوني بتعرفي قديش بحبك خليني أتجوز بس هالزواج هاد ما رح يأثر علينا أنا وياكي بوعدك تفضلي اشترينا فساتين حلوة كتير بدي كاسة مي بسرعة كلك ذوق يسلم انا بشرب مي بارده اسفه رح جيب لك بسرعه لا اتركي اياها مو مشكله لاكشمي جاهليه ايه بنت يسلموا ايديكي شكراً إلك لأنك أخذتنا لحتى نتسوق شفتي؟ أنا اضطريت أني أتسوق مع الصبايا وأنا ماني شاطر بهالشغلة أبداً معناتها ليش رحت؟ ما كان لازم تروح رحت غصباً عني أنا ما كان بدي روح بس أنت بتعرفيها لمرتي ما كانت رايقة بنوب لهيك رحت بس عمي لا تكذب أنت كتير كنت مبسوط بنزلة السوق معنا وليش لحتى ما انبسط؟ ما أنا كنت عم اشتري أغراض لبنتي شبك يلا ورجيها شو جبنا لها يلا
بس ليش؟ اسكتي، لا تقولي ولا كلمة. انتي ما بتطلبي شيء ابدا مني. بقى لو سمحتي خلص خليني اقوم بواجبي. بس عمي ما كان في داعي. انا ما قلت لك لا تحكي ولا كلمة. نحن لازم نكافيكي على تعبك اللي تعبتيه مشاننا يا بنتي، مشان هذا البيت كمان ومشان هاي العيلة. ولو نحن شو ما جبنا لك يا بنتي ما بنقدر نكافيكي على تعبك تجاه اللي عملتيه. عمي اذا بتريد ليش عم تقول هيك؟ انت عطيتني شغلات كتير بكفيني وزياده، صدقني انت اعتبرتني بنتك وصرت مثل ابي. انت عطيتني عائله كبيره، عطيتني اخت مثل اهانة واخ مثل ايوش وكمان ستي، والكل بهالعائله بحبوني كتير وهالشي غالي كتير بالنسبه لإلي. ليش عم تعملوا هيك قدامي؟ لاكشمي ليش رايحة؟ ما لازم تتركي هالبيت، لا تروحي، انت كل شي حلو بهذا البيت، بترجاكي ضلي. أهانا خلص. لحظة لحظة، بلا ما ننفعل هلأ، ما في داعي ننفعل، اتفقنا؟ يا بنتي انت رح تنخطبي بكرة، بقى لو سمحتي تقبلي مني هاي، اعتبريها مباركة مني لإلك يا بنتي. ايه ماشي. وإذا ما عجبتك فوراً بتقلي لي، بس تذكري تذكري إنه هي اللي اختارت الهدية. إيه؟ شكراً كتير عمي. وغير هيك أهانا ذوقها حلو كتير. إيه مو أنا يلي اخترتها؟ أحسن بنت. أطيب بنت بهالدنيا. ونحن اشترينا هاي الهدايا لفيكرانت وعائلته كمان، لأنه أنتوا رح تنخطبوا بكرة ورح تدعسي خطوة باتجاه بيت حماكي يا بنتي، ووقت رح تتجوزي رح تدعسي الخطوة الثانية باتجاه بيتك الجديد وبتستقري مع عائلتك الجديدة. بتمنى تبقي مبسوطة، ولو وين ما كنتي لازم تضلك دائما مبسوطة وعم تضحكي. وبتعرفي شو كمان؟ لوين ما رحتي انتي رح تضلي مرت اخي للابد وما بعرف شي تاني، وانتي وين ما كنتي انا رح ادعمك وساعدك بكل خطوه وما رح اتركك لحالك بنوم لو قد ما بهدلتيني. انا رح اترك هالبيت وروح، بس ما بترككم ومستحيل تعملي هالشي